الصيد بحر والمنتجات الصيدية في 2 فيفري الماضي كان أعلن عن بداية العد التنازلي لإعادة فتح صيد المرجان في الجزائر بعد ما تم توقيف أو تعليق استغلال المرجان سنة 2001. هذه اللجنة المحلية سوف تحدد التاريخ الفعلي لبداية صيد المرجان الذي سيكون إن شاء الله خلال سنة 2021. لما نتكلم على مساحة الاستغلال، مخطط الوطني لاستغلال المرجان قسم الساحل الجزائري إلى 5 مناطق أو 10 مساحات استغلال، كل منطقة فيها مساحتين. هذه واحدة، كل مساحة كل منطقة استغلال تفتح لمدة 5 سنوات وتغلق لمدة 20 سنة من أجل السماح بتجديد الثروة المرجانية، لأن المرجان نموه بطيء جدا، يعني يحتاج إلى 15 إلى 20 سنة حتى يتجدد. هذا يعني من أجل الاستغلال المستديم لهذه الثروة. مع مساحة الاستغلال تم تحديد عمق معين اللي هو من نقص 50 متر إلى نقص 110 متر، يعني أقل من 0-50 متر ممنوع الاستغلال. الخمس سنوات الأولى من الاستغلال فيه منطقة الصيد الشرقية والغربية. منطقة الصيد الشرقية فيها من ميناء الصيد البحري القديم بالقالة إلى الحدود التونسية، هذه منطقة فيها 30 رخصة استغلال كحد أقصى، وفيها 3 أطنان من المرجان كحد أقصى في السنة. المنطقة الغربية اللي هي ولايتي سكيكدا وجيجل، فيها ولاية سكيكدا راح يكون إن شاء الله 15 عقد امتياز أو رخصة صيد المرجان، ولاية جيجل 15 رخصة صيد المرجان، وراح يكون فيها 3 أطنان منطقتين، يعني الحجم الكلي 6 أطنان، 60 قنطار من المرجان الخام مرخص بصيدها. نذكر أنه نسبة 70% من المرجان المصطاد تباع للوكالة، لوكالة أجينور، 30% الباقية المستغل أو صياد المرجان عنده الحرية أنه يا إما يقوم بإنشاء ورشة لتحويل هذه الكمية 30% اللي هي 30 كيلو على الأقل، أو بيع الكمية كلها الأجينور، وكالة أجينور مستعدة لشراء يعني كل الكميات، مش ليس فقط 70% حسب تصريح الوكالة مؤخرا. أجينور تقوم بالاتفاق مسبقا مع مستغلي المرجان لزارماتر، تتفق معهم على سعر بيع، ومن الجهة الأخرى أجينور تتفق مع الحرفيين على سعر بيع. حرفيين من هم الذين يستطيعون شراء المرجان من عند وكالة أجينور؟ هما نوعين، هما الذين عندهم بطاقة حرفي أو سجل تجاري يعني استغلال المرجان، تتفق مع الطرفين ويتفقوا في سعر ويتم بيع المرجان الخام بدون يعني حتى إشكالية. هذا المرجان الخام يعني نذكر أنه ممنوع تصدير المرجان الخام إلى الخارج، وهذا بهدف تشجيع وتطوير الصناعة التقليدية المحلية في الجزائر، يعني الصيد المرجان الخام لا ممنوع تصديره، لا يرخص إلا مصنع، لا يصدر إلا مصنع.